أعلن رئيس اللجنة المنظمة للسهرة الغنائية بمناسبة فوز مرشح تشاد موسى فكي محمد بمنصب رئاسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، أعلن محمد يارو وصول الفنانين من دولة النيجر، كما أكد جاهزية اللجنة لتنظيم الحفل. فرصة عزمنا الإخوة الفنانين من نيجيريا جونا الإخوات جو يعني بفروا معنا سوا بالنسبة للإلكسيون عن الإكسلانس موسى فكي محمد عزمناهم وهم من كنا ما قصروا جونا بليغوا صعوبات كثير في الدرب لكن ما في مشكلة جو دونك حاسة عندنا فنانة فاتي نيجر نحو قادي معنا عندنا تاير فجي عندنا جميلة نقودو عندنا شاب لول كومرتشي عندنا جميلة زنزان عندنا أحمد ألو تجي بعد يعني حجينا قلنا نلعبو لو 8 لو 9 شيء ده لما كمان أنا زول ما جوف في وقت جو بتاهير لوجو سوبر في دريب جي ناس لو 10 كل ما كان ناس لو 11 من أليم نبرو لو 11 لو 12 لو 13 كلنا نلعبو في أسمار إن شاء الله في الستات أنا تيجي وينفيتي انتو بالقطرة عشان تجو تفرو معنا سوا نشجولي